السلام عليكم. كما شفتوا العنوان، إعادة لوصفة بديل شوكولا الطلق نوتيلا منزلية بطريقة المايونيز. علاش عاودت الفيديو؟ لأنه كاين نسبة أخوات ما نجحتش معاهم الوصفة، والنسبة اللي نجحت معاهم أكثر من النسبة اللي ما نجحتش معاهم الوصفة. ادخلوا للتعليقات تجبروا أنه أخوات كتير نجحوا في الوصفة، وعلى هذه قررت نعاود الفيديو. بالك نسيت كاش ملاحظة ولا كاش نصيحة نقولها لكم، مثلا كيما البول اللي نخلطوا فيه، ونصيحة باش تستحفظوا على الميكسيوغ تاعكم. انا الميكسيوغ تاعي اتكسر لي، وكيما راكم تشوفوا ها هي، انا والله راني نديرها وعينيا مغمضين. صدقوني انا ما نمدلكمش وصفة لو كان ما نكونش مجربتها شعل من مرة. شوفوا كيفاش راهي متماسكه، واللون تاعها جميل، وتقعد لكم. سالتوني بزاف تقعد لكم في الثلاجه في وقت البرد، تقعد لكم مده 3 اسابيع. انا 3 اسابيع ما صار لها والو، حتى في فصل الصيف قعدت لي 3 اسابيع وما صار لها والو. شفتوا كيفاش راهي متماسكه؟ اخواتي غير تبعوا النصائح وتبعوا المقادير حرفيا والطريقة باش تنجحوا فيها. أول نصيحة هي على البغا ميكسور. أنا هاد البغا ميكسور تاعي راه فيه 4 سنين هو عندي، ماركة جيدة، صنع فرنسي، مكتوب فيه ماد إن فرانس، ولكن أنا اللي ما استحفظتش عليه. نخدم بزاف الحلويات والكريمات، وكي نحكمه بدون انقطاع، نقعد غير نخلط حتى المحرك تاعه سخن بزاف وبدا يخرج منه الدخان. شوفوا حتى بدا البلاستيك بدا يدوب، حتى ديته للصناع صنعه لي. وثاني هذه ما راهيش تلصق، هذه ما راهيش تلصق الطير، حتى نحكمها هنايا. ما ديروش الغلطه اللي درتها، ميكسو وخلوه يريح شويه، وعاود ابدو تميكسو مره ثانيه وتخلوه يريح. وثاني بغيت نقول لكم، اذا خدمتوا اي كريمه مايونيز هذه الوصفه لازم تستعملوا بول يكون ضيق باش الكريمه هذه تطلع لكم، ما تطلع لكمش في بول يكون عريض. هاد المايونيز، حتى المايونيز الا تطلعوها في بول يكون ضيق. انا استعملتها هنايا، جربت البارح وحده هنا في البول بالخلاط الكهربائي وما طلعتليش، وحتى بالميكسور وما طلعتليش. تكون السائل يكون كاع موزع هنا، ما يتخلطش مليح وما يتماسكش مليح. حتى شوفوا بالخلاط الكهربائي كيفاش ولا الدنيا كامل توسخت هنا، بدا يزعط مع انه درت بلاستيكه في الوسط ودخلت غير الفوي، ولكن عدبني بزاف. وثاني ما تطلعش بالخلاط الكهربائي، تقعد سائله ماشي كيما الميكسور. الميكسور احسن، ولا هاد الغراف تاع البلاندر. حتى عاودت قلبتها في البول هنايا وخلطتها بالبغا ميكسور، هاي شوفوا تماسكت لما درتها بالبغا ميكسور، تماسكت. شوفوا كيفاش تماسكت. عندنا اولا هذه 100 غرام تاع الشوكولا طابلات، حاولوا تخيروا الشوكولا اللي يكون الدوق تاعها بنين، نديرها فوق حمام يدوب. وثاني الكوب اللي غادي نعبر به نفس الكوب اللي درناه في الوصفه السابقه عفوا، هذا يوزن 200 مليلتر من السوائل. اخواتي ما تنقصوا ما تزيدوا، هذه الوصفه حساسه شويه، اذا زدتوا شويه تاع سوائل طبعا النوتيلا ما تجيكمش متماسكه بزاف. عطيتكم مقادير مضبوطه، ودوك نجيب الميزان باش نوزن قدامكم. نحط الكوب، نشعل الميزان باش يبدا لي من الصفر. كما راكم تشوفوا باينت لكم في الكاميرا 200 مليلتر، الكوب يوزن 200 مليلتر. ماشي بالضروره 200 مليلتر تاع الزيت، لانه الزيت ثقيله على الماء. لو كان نعمروها هنا في هذا الكوب ما رايحاش تعطينا 200 مليلتر، رايحه تعطينا اقل من 200 مليلتر. اذا الكوب هو اللي يوزن 200 مليلتر. هنا كما راكم تشوفوا ها نفس الكوب عمرته بالزيت، شوفوا 182 مليلتر. كما قلت لكم الزيت ثقيله على الماء. نبدا بسم الله. اولا الزيت نديرها في هذا الغراف باش يساعدني هنا باش نقعد نضيفها في الاخير غير بالتدريج. عندنا نبدا كوب
تاع الحليب، الحليب عادي خرجته من الثلاجة، الكوب تاع السكر الناعم، ونصف الكوب تاع الكاكاو، الكاكاو الفاتح اللون، ما ديروش هذاك الغامق، ما يعطيكمش ذوق مليح هذاك الغامق، ديروا الفاتح كاكاو مول. انا درت امباسادور، نتوما حاولوا ديروا الشوكولا اللي تكون بنينه باش تعطيكم ذوق بنين. ما نخلي والو في البول، ما نخليش نصها هنايا في البول، ونضيف رشه الملح، ضروري رشه الملح باش تثبت الذوق. ودوك نخلط بالبغا ميكسور، خلطت واحد 30 ثانيه، ودوك نضيف الزيت. الزيت هنا ضروري تستعملوا الزيت النوعيه الجيده باش ما تجيكمش رائحه الزيت هنا، وتاكدوا اذا استعملتوا زيت تكون نوعيه جيده ما تجيش فيها الريحه. ودوك نبدا غير بالتدريج نضيف الزيت ونخلط، نضيف شويه نخلط نعاود نحبس الخلاط ونخليه يرتاح كما قلت لكم باش ما ينحرق لكمش. شوفوا هنا نسيت عطر البندق، معليش نضيفه في الاخير كما تبغوا، تبغوا ديروا عطر البندق، تبغوا ديروا البندق في الاخير مطحون، تبغوا ديروا في الاول مطحون وتلحوه مع هذا الخليط ولا البخاله تاع اللوز كما تبغوا. اللي يبغي الذوق تاع القهوه عفوا يدير قهوه سريعه الذوبان، هي ما تطلعش كيما المايونيز، ما غاديش تتقل كيما المايونيز. شوفوا راهي سائله، ولكن لما تدخل الثلاجه رايحه تتماسك كيما شفتوها. تبرد شويه هنايا في المطبخ، كنت سالتوني ما درناهاش فوق النار، علاه نخلوها تبرد؟ بالاحتكاك تاع الميكسور هذا الخليط رايح يولي دافي، واذا غلقناها مباشره رايح البخار يطلع لهنا، ومن بعد يبدا يكتر على الشوكولا، يعني غير باش نستحفظوا مليح على الشوكولا. دوك ندخلها للثلاجه، راني يعني نخدمها في المساء، راهي حوالي 7:30 تاع المساء، وغدوه ان شاء الله نشوفها كيفاش ولت في القوام تاعها. وهذه هي الشوكولا بعد ما باتت ليله كامله، شوفوا كيفاش يكون القوام تاعها متماسك. شوفوا كيفاش راهي متماسكه، واللون تاعها رائع يشهي، وان شاء الله تجربوها وتنشفوا فيها وتقولي في التعليقات باذن الله كامل نشحت لكم. والى الملتقى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.